رجعنا لكم تاني مشاهدينا. الشيف اتاخر علينا النهارده بس اكيد طبعا مش هنطول حاجه خالص، وهنعرف مشاهدينا احنا عملنا ايه وحطينا ايه على ايه خطوه بخطوه مع الشيف احمد المغيث. ايه ما قدرنا يا شيف؟ مفيش حاجه بتتخبى ابدا رشا من ناحيه وانت من ناحيه، احنا ما بنساعدك. ليه الطريق زحمه؟ عارفين والله ان الطريق عدى. لا احنا عارفين انه انت التاخير مش بارادتك طبعا. طيب تعالوا نشوف النهارده بنعمل اكله سمك ما حصلتش ايا كان. هو السمك بطبيعته سهل تعمله ولكن طريقه تحضيره هي الصعبه. طبعا انا معايا مساعدين شطار قوي قوي. النهارده هنعمل الجمبري الفاهيته، عملناها مع بعض ودي سهله جدا ما بتاخدش وقت كتير على النار. عملنا كفته السمك المقليه، عملناها برده مع البطاطس، واهم حاجه لها اسرار، عملنا المكرونه بالكاليماريا. هنبدا بكفته السمك لان دي مشكله كل ست بيت لما بتعمل الكفته بتفك منها في الزيت. دايما لما تعملي كفته السمك مع البطاطس لازم البطاطس تتسلق بالقشره بتاعتها عشان احافظ على النشويات اللي جوه البطاطس، وبعدين اسيبها لما تبرد اشيل القشره تبقى النشويات غنيه فيها، اهرسها مع السمك الفيليه اللي هو خالي من الحسكه والشوك، وبعد كده احط لها صفار بيضه واعجنها واكورها بالشكل الجميل ده واشويها او اقليها واقدم معاها صوص طماطم. صوص الطماطم ده طبعا اللي هو التومه مع زعتر مع طماطم مع صلصه معلقه سكر عشان حرقه الطماطم، وفي الاخر بنقدمها بالشكل ده. هنقول مع بعض كفته السمك المقليه، معانا سمك فيليه، معانا بطاطس مسلوقه، صويا فول الصويا اللي بنحطه في البرجر ده مهم جدا وقيمته الغذائيه عاليه، معانا بقدونس وشبت، ملح وفلفل، الكمون حبيب السمك مع عصير الليمون في الاخر عشان ما يمررش الكفته بتاعتنا. الجمبري الفاهيته اللي بتخرفه نهلا وشايفه خايفه من الجمبري، الجمبري مبرقلي. ليه؟ ليه يا شيف هاكلني ولا انا اللي هاكله؟ الصلصه قبل ما تبرد. تعالي ايوه برافو عليك. هكمل لك كده. ايوه. خلي اتنين تلاتة عشان نعمله برزنتيشن كده. لسه فيها. شفتي كده نخليها عشان تدي بس صوت كده حلو. هي قصه ان احنا نقدم الفاهيته بالشكل ده كده. هي لازم تعمل تشش. لا هي القصه عشان تبقى سخنه لغايه لما كل الاسره تتجمع. الجمبري الفاهيته عباره عن جمبري فلفله ملونه. جمبري طبعا بيكون نفتح ظهره فلفل الوان، يعني يا شيف بالقشر بتاعه فلفل الوان اخضر واحمر واصفر مع بصل وتوم وهريسه حمراء اللي هو الفلفل الاحمر ده موجود وزيت زيتون اساسي للتحمير وليمون وملح وفلفل والكمون اساسي طبعا ده برده بيتحط في الاخر مع الخلطه بتاعتنا. شايفين الفاهيته بالشكل الجميل ده كده وننزل وننزل بالصلصه كده على الوش ولا الريحه يا شيف؟ الله الله قلب الاستوديو. نعم انا جوعت. شايفين الصوت ده حلو قوي. الفاهيته بالشكل الجميل الحلو ده بنقدمها لحضراتكم. خدي يا شيف بقى ده خلي هنا كده حلو قوي. دي الفاهيته عملناها مع بعض، ولكن ميزه انك تقدميها بالطبق بتاعها ده بتنها سخنه شويه بتنها فتره طويله تقريبا نص ساعه بالشكل الجميل الحلو ده كده لغايه لما تلم افراد الاسره كلها ونتجمع كلنا على طاوله واحده وناكل. حلوه جدا يا شيف. طيب نيجي لموضوع المكرونه بالكاليماريا. المكرونه مع الشيف المغازي بالذات لازم لها سر. المكرونه لما بتتسلق كلنا بنسلق المكرونه ونصفيها على الحوض وناخد المكرونه خاليه من النشويات، ده غلط. انا بعتبر دي مدرسه خطا جدا. امال نعمل ايه يا شيف؟ هو ده الكلام، ده سؤال في غايه الاهميه. المكرونه عشان تاخد الطعمه بتاعت الكاليماري او الجمبري لازم تتسلق في نفس الصلصه. ده الكلام، يعني ما صفهاش لان الواحد لما بيكون عطشان بيشرب ميه، حطيت له عصير بقى موز، عصير تفاح، عصير مانجا، هو شرب وخلاص. المكرونه لو اتسلقت في الميه شربت خلاص واستوت، هتحطها في الصلصه ايا كان مش هتشرب من الصوص. فانا لازم اخد المكرونه زي ما هي واجهز الصلصه بتاعت الكاليماري، طماطم مع زعتر مع بهارات. شفنا الصلصه بتاعتها عباره عن عصير طماطم وبصل وتوم ملح وفلفل زيت زيتون مع الزعتر وزيتون كمان شرايح. ونخلي بالنا لما نحط زيتون في كنترول في الملح هنا لان الزيتون مالح هيحدق شويه. هيحدق. اوكي. واحنا في العاده لما بنسلق المكرونه بنحط ميه وملح مع زيت. نلغي الملح هنا. يعني انت قصدك يا شيف ان احنا عملنا المكرونه سويناها جوه الصوص؟ جوه الصوص نفسه بتاع الكاليماري والزيتون والحاجات دي. ولكن في الحذر هنا يا نهله عشان برضو الساده المشاهدين الصلصه تكون خفيفه شويه. عشان ما تعجنش. عشان ما تعجنش، يعني صوص الطماطم ده نخفه بالميه يكون خفيف، ما يكونش صوص طماطم صافي، لا يكون طماطم مع ميه. يعني ازود مقدار الميه اللي هي هتمتص المكرونه وهي بتتسلق. مظبوط، تقريبا النص مع نص طماطم، برافو عليك، دي فكره جديده. صح؟ تقوم حبات المكرونه اللي احنا شايفينها مع بعض ديت تشرب من الصلصه نفسها. دي المدرسه بتاعتنا اهي، شفت ازاي المكرونه واخده الطعم. لا المدرسه يا شيف. حلو. انا شايف بدي اقول شغله، لازم تاخد يعني رقم قياسي بجنس. أنا أسرع شيف بالعالم، أنا بدي أعرف خلص. لا بجد أنا بصراحة فكرتك ما خلص. أنا لما قلت طبخ مستعجل. لا أقول لك على حاجة، أنا معايا مساعدين شطار عشان برضه الواحد ياخد حقه، ومعايا نار شديدة. فالنار مع التحضير ده بيفيد الشيف وهو شغال، ويفيدك أنت كمان في البيت. أهم حاجة يكون عندك التحضير اللي هو المزمبلاص. يعني إيه يا شيف؟ أنت مثلا يا نهل عندك عزومة
ل10 افراد او 5 افراد. مثلا قال لك في عزومه عندنا في البيت، مش لازم كل حاجه تعملها الصبح، لا جهزي حاجه من بالليل. اذا عندك ورق عنب هتلفيه، محشي كرنب هتلفيه، يعني شوف ايه اللي محتاج شغل احضره الاول وتخليه في الثلاجه. وتبداي تاني يوم تبداي بالحاجه الصعبه اللي بتاخد وقت كتير على النار. حطها على النار على هي ما تستوي، هتكون تخلصت بقيه الشغل كله. بس الشيف احمد المغازي النهارده اثبت للمشاهدات حاجه، ان ما بنقعدش طول اليوم في المطبخ. هو ده، احنا قعدنا ربع ساعه طلعنا احلى اكل. وكله على فكره قيمه غذائيه، عندك النشويات، عندك البروتين، عندك البطاطس بما فيها من النشويات مع السمك، عندك طبق السلطه الخضراء مهم جدا، الفاهيتا سخنه ممكن معانا ساعه انها سخنه بالشكل الجميل ده كده. دي طبعا خشبه ولها زهره بتتعمل بالشكل البيضاوي وبتتسخن على عين البوتاجاز. يعني دي بنشتريها اصلا يا شيف وتعملها في البيت؟ اه موجوده عند بتوع الادوات المنزليه المعروفه الخشبه، او النجار بيعملها عادي خالص. دي جميله جدا على فكره، وتحافظ على الاكل سخن اكبر وقت ممكن. ده الكلام. حد جالنا سؤال دلوقتي، عايزين نعمل المكرونه بنفس الطريقه مع الجمبري بدل الكاليماري. هل الكاليماري هياخد وقت زي الجمبري؟ ده سؤال في غايه الاهميه. المكرونه نسلوها برده مع الصلصه وكل حاجه، واخر حاجه ننزل بها الجمبري العكس، لان الجمبري مش هياخد وقت كتير في السوى. الجمبري بيستوي بسرعه. بيستوي بسرعه، فاحنا نخلي المكرونه تستوي مع الصلصه بتاعت الجمبري وكل حاجه زي الفل، ونستفيد بالرز بتاعت الجمبري في التست والطعم، وبعد كده نسقط الجمبري اللحم مع المكرونه وهي بتستوي، طعمها كبير. نستفيد بالزعتر بقى والحاجات اللي بتدي في ليفر عالي جدا مع المكرونه، زي الزعتر وزي الزيتون وزي الاوريجانو، الحاجات دي مهمه جدا. شوف احنا اتكلمنا على الصوص اللي هو مع الكفته ده ولا لا؟ ده خطير جدا الصوص ده. طب عايزين نشوف بقى هو الصوص ده بقى ناتج عن ايه عشان نبقوا عارفين. شقاوه مطبخ اللي هو ايه؟ الناتج عن البهريز بتاع رؤوس الجمبري وديل الجمبري مع الطماطم مع الفليفله، بيديني في الطاسه كده من تحت بهريز عالي جدا. الصوص ده باخده مع شويه ميه مع شويه عصير ليمون واظبط الطعم واحتفظ بيه، اقوم اقدمه مع كفته البطاطس او كفته الجمبري او كفته السمك مع الصلصه بدل المايونيز وبدل الكاتشب اللي احنا متعودين ناكله. احنا بنستسهل بقى ونحط كاتشب ومايونيز، لا خلي الصوص ده تعمليه من بين ايدك افضل بكتير. حلو جدا. سلم ايديك. حد له سؤال من حبايبنا اللي بيشوفونا من الساده المشاهدين؟ احنا على قناه الاحلام، انتوا احلاموا بس واحنا ننفذ على طول. انا لما احلامكم اوامر يا شيف. انا لما قلت امبارح انك خطير ما تحسي يا ليلى النهارده ما سمعتش صوتك. ما سمعتش صوتك انا النهارده عشان انت جاي متاخر ويا دوب لازم انا لو عليا ما اسكتش خالص. احنا اتشغلنا مع الاغاني مع الطرب. انت عارفه الاكل طلع حلو ليه؟ عشان انا اتسجلت مع الاغنيه وشغال. لا والله، وعشان انت كمان خطير زي ما قلت لك امبارح. طب انا اقول لكم على سر، انا احب لما اقف في المطبخ، انا شخصيا اقف في المطبخ اعمل حاجه لازم مزيكا تشتغل. بيطلع الشغل احلى. انا مزاجي كده. شفت ازاي؟ فهو اطربنا وكمان خلاك تشتغل بسرعه. طيب بجد والله دي حتى انتوا في البيت برضو الستات تشغل مزيكا حلوه. كلنا بنعمل كده. لا احنا سوا بنطبخ ولا اي حاجه على طول المزيكا شغاله. نعمل اكل على مزاج عالي يعني يا شيخ. مزاج عالي. مزاج عالي. مود عالي. طيب يا شاطرين يا بتحبوا الموسيقى والطبخ. رشا عقله. لا انا بحب الموسيقى والطبخ وعقلي كمان. ميرسي يا شيف على الاكل الحلو السريع، بجد انجاز يعني. وميرسي للصبايا، ميرسي لنهول ولليلى. ميرسي اليوم تعبت ليلى معنا كتير ومشاهدينا. لا عادي ما تعبتش انا. دايما احنا يعني بنستنى الاشياء منك. ومشاهدينا خلونا هلا نودعكم، وخلونا نلاقيكم الاسبوع الجاي ونغيب عنكم 3 ايام. نلاقيكم بخير.